السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إخوتي الأعزاء في برنامجنا المعتاد مجربات من الطب البديل على قناتنا هذه قناة الحقيقة الصادقة، تابعوا معنا. فوائد بذور اليقطين. بذور اليقطين نحكيها بالعامية خلي الناس تفهمها، اللي هي البذر الأبيض اللي شفتوه على الصورة، البذر الأبيض أو اللب الأبيض، هذه هي بذور اليقطين. الناس بتتسلى فيها تسلاي، تشتريها بالسهرة، تتسلى بالبذر الأبيض مع الشاي إذا إجاها ضيف، لكن ما بتعرف الفوائد العظيمة التي أثبتت علميا فوائدها. لو قرأنا بعض المجلات العلمية لنجد أن لها فوائد عظيمة. من هذه الفوائد الوقاية من التهابات المفاصل، وخصوصا الحد من هجمات مرض الروماتويد أو الروماتيزم الذي يصيب المفاصل. ذكرت في رابط آخر وفي فيديو آخر، راح أترك لكم إياه بصندوق الوصف، عن هشاشة العظام، وذكرت أن بذور اليقطين تؤكل سفوفا، تؤكل سفوفا. نشتريها من عند العطار غير محمصة بذور اليقطين ومنوكلها سفوفا صباحا. الآن الدراسات أثبتت أن هذه البذر الأبيض أو بذور اليقطين كما تسمى، اللب الأبيض، هذا يساعد على تقوية كثافة العظام. هو شو السبب اللي بصيب؟ بصير عندنا هشاشة عظام، كثافة العظام تقل، بصير عندنا تنخر في العظام، تسوس في العظام. فالبذر الأبيض أو اللب الأبيض أو بذر اليقطين زي ما بدكم سموه، يساعد على تقوية كثافة العظام. إلها مفعول أساسي في هشاشة العظام، الروماتيزم أو الروماتويد، الحد من التهابات المفاصل. هذه نقطة. أيضا أثبتت الدراسات أن اللب الأبيض يقي من سرطان البروستاتا بإذن الله، وأيضا يقي من سرطان المستقيم بإذن الله. هذه طبعا هو ما بنقدر إحنا نحكي أنه علاج 100% للسرطان، هو يحد ويقي من الإصابة. فداوم على البذر الأبيض، كل أكثر بذر أبيض، لا تخاف أبدا، اصرف راتبك على البذر الأبيض. أيضا يساعد في خفض نسبة الكوليسترول في الدم، ويساعد أيضا على خفض ضغط الدم المرتفع. جرب، اللي معاه ضغط دم جرب يأكل بذر أبيض ويكتب لنا بالتعليقات شو صار معه. أيضا الوقاية من مرض السكر، يساعد البذر الأبيض على يساعد على خفض نسبة مستويات الجلوكوز، ويحافظ على توازن السكر في الدم. أيضا اللي ما بتعرفوا عن البذر الأبيض، هذه للستات، للنساء، يحد من أعراض سن اليأس. هذه النساء فوق 50، هذه للنساء. كثروا يا خواتنا يا أمهاتنا من البذر الأبيض. يساعد هذا بذر اليقطين يحد من الصداع، القلق، التوتر، هذه الأعراض، التقلب أحيانا في النوم، هذه من الأعراض التي تصاحب سن اليأس عند النساء. بذر اليقطين يحسن المزاج، بذر اليقطين يحسن المزاج ويعدل من أعراض الاكتئاب. كل بذر يقطين أو البذر الأبيض، كل أكثر ولا تخاف. أيضا اليقطين أو بذر اليقطين يساعد أو يقضي على الطفيليات والبكتيريا والديدان في المعدة والأمعاء. تم الاكتشاف انه بذر اليقطين اللي هو البذر الابيض يساعد ايضا على قتل هذه الديدان مع بيوضها. فهذه بعض المعلومات اللي حبيت اقدم لكم اياها في برنامجنا
مجربات من الطب البديل حول بذر اليقطين، البذر الأبيض. لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة، تفعيل خاصية الجرس لكي يصلك كل جديد، تعليق مرتب على زوجك، ولا تنسى الإعجاب. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.